دينا ناخد سكايب الحقيقه مع واحد من العناصر الاساسيه في نجاح الميلان في السنوات الاخيره، اسمه ارتبط بالميلان كمدير رياضي للميلان وكان ليه تجربه كمستشار فني في برشلونه. اريدو باريدا هو ضيفنا في السادسه من خلال طبعا الفيديو كونفرنس. بدايه طبعا نرحب بيه على شاشه الاهلي ونشكره على وجوده معنا ومشاركته في السادسه. اهلا وسهلا بيك. شكرا لكم، أشرف بتواجدي معكم. يعني كنا نتمنى، وأنا الحقيقة كنت من عشاق الكالتشيو وكنت من عشاق نجوم الكرة الإيطالية، كنت أتمنى أن أنا أشوف إيطاليا في كأس العالم. شعوركم إيه وأنتم بتتابعوا البطولة من غير تواجد المنتخب الإيطالي؟ في الحقيقة غياب إيطاليا وعدم صعودها إلى نهائيات كأس العالم كان هذا أمرا غير متوقع، بل هو كما قال روبرتو باجو يعد جنونا، لا سيما بعد فشل إيطاليا في تحقيق الفوز على مقدونيا الشمالية وهذا للمرة الثانية، فبعد أن حقق مانشيني أحد أعظم انتصاراته على منتخب إنكلترا وحصوله على كأس الأمم الأوروبية تأتي الهزيمة الصادمة. يمكن لسنوات طويلة وبعد أن كان الكالتشيو أو بطولة الدوري الإيطالي في صدارة المشهد، يمكن كان أهم بطولة وأهم دوري على مستوى العالم، وكانت الأندية الإيطالية يوفنتوس الميلان اليوفي الإنتر دايما موجودين في المشهد الأوروبي ودايما متواجدين بعدد كبير من الألقاب. ليه تراجعت الكرة الإيطالية على مستوى المنتخبات والأندية في السنوات الأخيرة؟ في الحقيقة أنا من وجهة نظري أخطاء من المديرين الفنيين بشكل عام، وأيضا دخول بعض اللاعبين الأغراب في ساحة الكرة الإيطالية، هذا سبب لنا أيضا بعض أسباب الفشل. هذا من وجهة نظري كمدير تشكيلي ومدير تنفيذي لنادي برشلونة، فأنا خبرتي كبيرة في عالم الكرة لا سيما في الكرة العالمية، لكن الآن نحن بحاجة إلى مراجعة حساباتنا مرة أخرى وأن ندفع بالمهاجمين الإيطاليين، فهم أحق بذلك من أي لاعب يدخل من أي دولة أجنبية أخرى. أبيامو عندنا كثير من اللاعبين، نعم، فلذلك لابد كما قلت سابقا أن نراجع حساباتنا وأن ندفع أيضا بالناشئين الإيطاليين، فعندنا ناشئين إيطاليين، عندنا لاعب يسمى مارسو، هذا اللاعب لاعب رائع وفي غاية، لذلك نحاول قدر المستطاع أن نعيد إيطاليا سواء الدوري الإيطالي أو المنتخب الإيطالي إلى مستواه العالمي. في السنوات الأخيرة يمكن لاحظنا تطور في مستوى مسابقة الدوري الإيطالي، وشفنا أندية كتيرة الحقيقة قوة المنافسة رجعت مرة تانية، شفنا أندية زي نابولي زي الإنتر زي اليوفي طبعا قبل التراجع في الموسمين الأخيرين زي الميلان بيتوج باللقب. هل ممكن نشوف قريب نادي إيطالي بيتوج بإحدى أو يعني بلقب زي لقب الشامبيونز ليج؟ نعم، من وجهة نظري لا، هذا صعب في هذه الأيام، لكن من الممكن أن نعد خطة جيدة لإعادة إيطاليا إلى مستواها العالمي. أنا لاحظت كثير من الفرق التي أصيبت بخيبة الأمل، وبعض اللاعبين الذين لا يجيدون الاحتراف ولا يجيدون اللعب جيدا، وقد دفع بهم المدرب لنراهم في ساحة الدوري الإيطالي وهم لا يستحقون ذلك، هذا من وجهة نظري. لذلك لابد أن نعد هذا جيدا مع المدربين الآخرين لنحصل على نتيجة رائعة، فكما نرى أن الدوري الإنجليزي قوي جدا ونرى الفرق دائما في تقدم، وهذا يحزنني كثيرا على الدوري الإيطالي، لكن هذا ليس مستحيلا، أقول هذا من الصعب لكن ليس مستحيلا، فهذا يحتاج إلى وقت كثير لإعداد ذلك. مشوارك في تجربتين مميزتين جدا، يعني العمل في الدوري الإيطالي مع واحد من كبار إيطاليا زي الاي سي ميلان، ثم الانتقال للعمل في الليجا الأسبانية مع واحد من كبار الدوري الأسباني زي برشلونة. إزاي بتشوف التجربتين وإيه هي أهم الفوارق بين الدوريين الإيطالي والأسباني وأيضا الفوارق بين العمل في نادي زي الميلان ونادي زي برشلونة؟
في إيطاليا هناك مسابقات كثيرة وتحديات كثيرة دائما، لكن مشكلتنا نحن الإيطاليين أننا لا نسعى للتطور، فإذا ما تقدمنا في موسم تراجعنا في موسم آخر. لا أعلم حقا هل هي مشكلة فنية أم أن الحظ دائما يخالفنا، كما رأينا أيضا في كأس العالم كانت إيطاليا لابد أن تشارك في هذا المونديال، وكما نرى في الساعة أيضا دفع المنتخبات العربية التي تدخل، هم حقا المنتخب السعودي منتخب رائع. فلهذا أعود للأمر الذي كنا نتكلم فيه، وهو لابد أن نرى الفوارق العجيبة ما بين الدوري الأسباني والدوري الإيطالي، أن الأسبان دائما يسعون إلى التطور، يسعون دائما إلى الإنجازات، لا يكتفون بإنجاز واحد، لا يكتفون بأنهم حصدوا لقبا أو ألقابا عديدة، بل يسعون دائما أن يكونوا دائما في الصدارة، أن يكونوا دائما في المقدمة. لهذا أرى أن مشكلتنا نحن الإيطاليين تتعلق دائما أننا نصاب بالإحباط بعد أول محاولة، فلا بد أن نسعى قدر المستطاع لتحقيق الألقاب. إزاي بتشوف بطولة كأس العالم اللي بتقام لأول مرة في دولة عربية، قدرة قطر على التنظيم، شايف إزاي البطولة لغاية دلوقتي والنتائج المفاجأة اللي حصلت فيها؟ زي ما ذكرت يمكن السعودية يمكن أهم وأكبر مفاجأة حصلت في المونديال أمام الأرجنتين، والنهاردة اليابان بتعمل مفاجأة تانية أمام ألمانيا، والاثنين الحقيقة سواء ألمانيا أو الأرجنتين من المرشحين لتحقيق اللقب. سي نعم، هذا كان قد رأينا نجاحا باهرا على الأراضي العربية من تنظيم واحتفالات، ونحن ننتظر المزيد، ولكن لم نتوقع هزيمة قطر الكبيرة على أرضها في المباراة الافتتاحية. أيضا كما الألمان حققوا اليوم فوزا عظيما، كما الألمان قاموا بشيء عجيبا اليوم، ولكن كما نقول أن الكرة غدارة، فكما رأينا أن المنتخب السعودي أمام الأرجنتين حقق فوزا ساحقا، وهذا لم يكن متوقعا. فأنا قلت أن أوروبا بأكملها خسرت هذه المباراة، أيضا أمريكا اللاتينية. نعم، فلهذا لابد أن نقول بأن التنظيم في قطر رائع، أيضا المنتخبات العربية تحقق إنجازا عظيما، بل نقول إعجازا في هذا المونديال. مين المنتخبات اللي بيميل ليها الايطاليين في التوقيت، مين اللي يعني بعد عدم مشاركه ايطاليا، مين المنتخبات اللي تتمنوا ان هو يتوج باللقب، ومن وجهه نظرك مين الافضل في الفتره الحاليه لتحقيق لقب بطوله 22؟ من القول أعتقد بعد إيطاليا قد فقر الجمهور شغف على متابعة كأس العالم، وبناء على ذلك فقد يتساوى الجميع، ولكن من الممكن الأرجنتين تمنينا أن يتوج باللقب، كما نرى الأسطورة مارادونا وخليفته ميسي، ولكن هذا لم يخالفه الحظ في هذه المباراة. فنقول أن المنتخب الأرجنتين منتخب كبير، وكنا نأمل أن يحصل ويتوج باللقب هذا المونديال، لكن بعد أن رأيناه يهزم أمام المنتخب السعودي بهذه الطريقة فقد فقدنا الشغف وشعرنا بخيبة الأمل. وأقول وأكرر أن هذا المونديال يحمل العديد من المفاجآت، سنراه مونديالا عجيبا لأول مرة في تاريخه، كما أيضا أنا أتوقع وأقول لكم من هنا أن السعودية ربما تكون في نصف نهائي كأس المونديال. من واقع خبرتك ومشوارك، فوز منتخب السعودية، وخليني ألفت نظرك لمعلومة أنه المنتخب السعودي بيضم صفر من المحترفين، كلهم بيلعبوا في الدوري المحلي، هل ممكن ظهورهم بالشكل ده قدام الأرجنتين يفتح لهم أبواب الاحتراف؟ وهل ممكن أنت يعني في موقعك أو في مكانك كان ممكن تفكر في ضم نجوم المنتخب السعودي لواحد من الأندية الإيطالية؟ نعم لما لا، كما رأينا نعم هؤلاء اللاعبين حققوا فوزا تاريخيا على الأرجنتين، فلما لا؟ فأنا من وجهة نظري أن نضم بعض هؤلاء اللاعبين إلى الدوري الإيطالي، وسنرى موسما غريبا. نعم، العرب مؤخرا قد تمكنوا من تحقيق فوز ساحق، وقد تمكنوا من إدراج أنفسهم في الفوز على كبار المنتخبات الأوروبية، فلما لا؟ وكما قلت من المحتمل أن نرى المنتخب السعودي في نهائي كأس العالم، أو على الأقل في نصف النهائي، فلما لا؟ نقول بأن ممكن من الممكن أسبانيا أيضا، منتخب الدوري الأسباني يبحث عن هؤلاء اللاعبين.
يهمني اقف معاك مع تجربه نادي نابولي الحقيقه، اللي قدم رغم رحيل عدد من النجوم والاعمده الاساسيه في المواسم الاخيره زي انسيني وزي كاليدو كوليبالي عن صفوف الفريق يعني، الا انه الفريق حافظ على استقراره وحافظ على قوته وقدم عروض قويه جدا في الدوري الابطال الاوروبي. هل بتشوف انه تجربه نابولي ممكن تكتمل بالنجاح والوصول لمحطه التتويج باللقب، ولا ممكن يبقى لسه بدري شويه؟ نعم، للوصول إلى التتويج باللقب، نعم نابولي فريق قوي جدا، وأنا أقول منذ أن توليت إدارتي في تدريب الفرق أن نابولي فريق لا يتغير، فريق دائما يحافظ على مستوى بخلاف باقي الفرق الإيطالية، فلما لا؟ فهذا نعم لدي العديد من المزايا، وهو فريق قوي حقا ويبحث دائما عن الصدارة، فلما لا؟ لما لا؟ ربما نراه يتوج باللقب. ففي الحقيقة فريق كبير، أنا ولائي كله لفريق نابولي، وأتمنى أن أكون في نابولي طوال حياتي، فأنا أعشق هذا الفريق، فهذا بكل التأكيد سيكون دفعة قوية لهم، وأنا أتوقع أنهم سيحدثوا مفاجأة وربما يصلوا إلى التتويج باللقب. أليدو باريدا المدير التنفيذي السابق طبعا لنادي اي سي ميلان ومستشار نادي برشلونة، بشكرك شكرا جزيلا.